إلى مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، حيث تتواصل الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق بالمدينة انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، ضعيني في الصورة قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث الأكبر كوب 27 في مدينة السلام. نعم، تحياتي لك هبة ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا في هذه المتابعة اليومية لما قبل مؤتمر المناخ، هذه الاستعدادات التي تجرى في هذه المدينة، مدينة السلام، المدينة الخضراء شرم الشيخ. بعد أيام سيبدأ هذه الفاعلية الأكبر والأهم لمؤتمر المناخ في نسخته 27، والتي تستضيفها مصر بصوت للقارة الإفريقية، للعالم أجمع بأهمية هذه القضية، بأهمية التعهدات التي قامت وأقرتها الدول المختلفة في المؤتمرات السابقة. دعينا نتحدث في هذا اليوم تحديدا عن ما حدث وما جرى في هذه المدينة من التحركات الحكومية، حيث كان هناك زيارة تفقدية لوزير السياحة والآثار صباح اليوم أحمد عيسى، بجولة للمنشآت الفندقية والسياحية للاطمئنان على جاهزية هذه الفنادق لاستقبال الوفود ورؤساء الدول، وذلك بصحبة أعضاء اللجنة التنسيقية الدائمة وأيضا اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة قطاع السياحة، والتي تم تشكيلها بقرار وزاري في الفترة الماضية لمتابعة كافة الإجراءات. اطمأن الوزير على مدى إتمام الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، أيضا الاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية ومحطات معالجة المياه في هذه الفنادق، أيضا التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبيق المسارات الخضراء، باعتبار أن بعض الفنادق في مدينة شرم الشيخ قد حصلت بالفعل على شهادة ممارسات الخضراء، وذلك في إطار إعلان هذه المدينة مدينة خضراء. وتقدر هذه الفنادق ب 132 فندقا على مستوى هذه المدينة. لو تحدثنا أيضا عن الإجراءات التي تتم على قدم وساق، فانتقالات وجولات تفقدية لمحافظ جنوب سيناء للاطمئنان على ما تم من استعدادات، باعتبار هذه المدينة قد أتمت كافة الاستعدادات بشكل شبه كامل لما يتعلق بمنظومة الطرق، منظومة النقل وغيرها من الإجراءات. يمكن منظومة النقل تحديدا قامت هذه المدينة بإجراءات كبيرة فيما يتعلق بالأوتوبيسات الخاصة بالنقل للوافدين والزائرين، والتي ستنقل الزائرين والمشاركين في هذه القمة بالمجان، وأيضا تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. التأكد من وجود مواقف خاصة بشحن هذه الأوتوبيسات، والتي يبلغ عددها 260 أوتوبيسا موزعين ما بين الكهرباء والغاز. يمكن أيضا المكان الذي نتواجد به الآن هو السوق القديم والممشى الذي يربط هذا السوق بخليج نعمة، قد تم إنشاؤه ورفع كفاءة الطرق المؤدية لهذا الطريق. يمكن الصورة توضح من خلف الإجراءات التي تمت في هذا المكان تحديدا ورفع كفاءة هذا المكان. بالطبع هذه المدينة هي مدينة سياحية، وبعد انتهاء الفعاليات الرئيسية سيكون هناك فرصة لزائري هذه المدينة للتجول وإجراء جولات سياحية، باعتبارهم سيكونوا سفراء لمصر في الدول الخارجية. مصر تضع على أجندة هذا المؤتمر العديد والعديد العديد من الآمال للقارة الإفريقية لأن تفي هذه الدول بعهودها التخفيف من حدة ووطأة هذه التغيرات المناخية، والالتزام بالدعم المالي والتقني الذي تعهدت به الدول تحديدا في اتفاق باريس عام 2015 وأيضا كوبنهاجن عام 2009 فيما يتعلق بالتعهدات المالية. المنطقة الخضراء قد أتمت كافة الاستعدادات واللمسات الأخيرة فيما يتعلق باللافتات التي توضع في هذه المنطقة، والتي هي مزودة بكافة الخدمات، سرعة في الإنترنت، وهي يعني مشكلة أو منظمة على شكل زهرة اللوتس لتعبر عن هذه القضية وهذا الأمر المتعلق بقضية المناخ، واختيار أيضا الهوية البصرية في كافة أرجاء هذه المنطقة. وهذه المنطقة تحديدا هي تحت إدارة الحكومة المصرية، ووزارة البيئة قامت بكافة الاستعدادات في هذه المنطقة لعرض المبادرات التي سيتم أيضا
أيضا عرضها على قادة ورؤساء الحكومات في المنطقة الزرقاء الرئيسية، والتي هي بالطبع تحت إدارة سكرتارية الأمم المتحدة. أيام قليلة تفصلنا عن بدء هذه الفعاليات، والكلمة تعود إليك هبة مرة أخرى في أشكرك سالي سالم على هذه الصورة التي جعلتنا نتشوق لمدينة السلام وهذا الحدث العالمي الأبرز كوب 27. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا لك.